تطلعات المواطن آفاق تؤكدها البرامج التنموية المجسدة. حصة في الميدان ومن ولاية سوق أهراس اختارت قطاعات عدة نتابعها بعد الفاصل. بكم. اهلا بكم، مرحبا بكم في مزرعة رحموني، ومتشرفين بكم ان شاء الله. سيد عبد الغني، نتعرف على هذه المزرعة النموذجية الخاصة في تربية الأبقار الحلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مزرعة نموذجية لعائلة رحموني، معروفة من القدم ومختصة في تربية الأبقار منذ زمن بعيد، وكذلك مختصة في زراعة البذور. الحمد لله. عدد الرؤوس يعني الهام بالمزرعة يعني؟ حاليا عدد الرؤوس المتواجدة عندنا في المزرعة هي 22 رأس بقر حلوب. بقر حلوب 22 رأس. نتكلم عن طاقة إنتاج الحليب. بالنسبة لطاقة إنتاج الحليب، لا يخفى عليك أنه مرينا بأعوام تاع جفاف، خاصة العام اللي فات هذا. محسوب الإنتاج الحليب انخفض إلى درجة كبيرة، من نقص من الأعلاف ونقص القرط ونقص التبن، والحمل العام هذا نصبشوا الخير إن شاء الله. إن شاء الله كما راك تشوف العام هذا ويبشر بالخير إن شاء الله. هذا الخضار هذا يولي يقوي شوية إنتاج الحليب، وتكون عندنا شويه كما قال الاخر روندمون اكثر. المنتج تاع الحليب مع من تتعامل فيه؟ يعني فيه ملبنه، فيه يسوق بطريقه نتعامل مع الملبنه، ويجونا هنا للمزرعه ويدوا الحليب تاعهم. ومن يعني نتكلم عن المناصب الشغل اللي وفرتها هذه المزرعه وخاصه لسكان المنطقه. هي بالنسبه للاسطبل اللي فيه 22 بقر حلوب هذا، فيه زوز خدامه، يتكلف من زوز قدامة. وبالنسبة للأعمال اللي خارج المزرعة في الأرض وكذا، نوصلوا حتى في الوقت لسيزون تاع الخدمة في الصيف ولا في وقت الحرث والبذر وكذا، نخدموا حتى مع 10 خدامة باش نزرعوا شوية كما قال الأخر. سيد عبد الغني، فيه تأكيد دائما من السلطات على مرافقة المستثمرين أو الفلاحين، كيف كانت المرافقة بالنسبة لكم؟ بالطبع هي كان مرافقة من عند السلطات. تبدو في أبقار الحلوب، لا يخفى عليكم أنه كانت الحمى القلاعية هذه اللي أعلنت عليها مديرية البيطرة. نحن على مستوانا هنا في لاسيب ديفيزيون هذه تاع طاورة، من يسمعوا بالحمى القلاعية جو ديريكتومون عاملين الفاكسان. فهمتي؟ نحن من الأوائل اللي يجوا عاملين الفاكسان هنا، والحمد لله عاملين الفاكسان. نحن إن شاء الله محميين من هذا المرض تاع لافيابيراتوس هذه. أمور أخرى كما نحن عطينا كما قال الاخر قبل الاوتوريزاسيون تاع باش نحفروا الماء، وحفرنا الماء الحمد لله. واش هي كما قال الاخر كميه الماء ناقصه عندنا احنا هنا باش يعني باش نخدموا بها يعني منتوج كبير ما كانش. انا نحاولوا ان كما قال الاخر نحسنوا في المنتوج بقدر الاستطاعه. سيد عبد الغني، انت كنموذج يعني عن 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 المربين الابقار، ما هي يعني الانشغالات المطروحه اليوم في هذا في هذه الشعبه؟ الشعبة هذه في الحقيقة هي شعبة شوية كما قالوا صعيبة في تربية، خاصة تربية أبقار الحلوب. هي أول حاجة النقص تاع السعر تاع الحليب شوية منخفض، ما يخليناش كما قال الأخر أن نجموا نواكبوا كما قال الأخر الأعلاف هذه الغلاء تاع الأعلاف، ولا كي يجينا كما العام هذا الأعوام هذه اللي فاتوا شوية ناقصة، نشروا كما قال الأخر في القرط بمبلغ كبير. شريت السنة الصفصفة هذيك الكعبة ب 100,000، ما تكفيش
تتوكل انت 10 كعبات اليوم قيمة تاع مليون وعندك منتوج ناقص كما الاخر ما يكفيش كما يقول باش يغطي هذه المصاريف، هذه شوية انشغالات تخلي شوية الشعبة هذه الفلاح في حد ذاته والمربي في حد ذاته انه يعاني، مش نقول لك يعني يعاني مالجري كما قال اخر الدعم تاع الدولة وكذا وكذا، بصح ما مش يعني كافي، مش نقول لك مش كافي، ما نعرف سكو ما خلناش كما قلنا انه نجموا نتغلبوا على تربية الأبقار يعني ونجموا نحسنوا من المنتوج يعني لدرجة اللي فركتوا عليها احنا وتفركت عليها الدولة تاعنا. فيه رسالة يعني توصلها للجهات؟ فيه رسالة، أنا ماذا بيا نوصل لنا الرسالة سيرتو بقر الحلوب راهو صعيب شوية في التربية تاعو خاطرش ليه إمكانيات كبيرة. ونحن المشكل أنه كما قال الأخر المنتوج قليل فيو كما قال الأخر سيرتو الأسباب هذه الرئيسية، أول حاجة هو الجفاف هذا اللي مر بينا. الحمد لله احنا العام هذا نستبشروا خير. بصح مش كافيه انها كما مش كافيه انها تغطي باش نكونوا نعملوا برودكسيون كبيره يعني اللي حابينها احنا، وعباك كي ضرب منتوج كبير نجم كيما تعطينا المصاريف، كي ضرب منتوج صغير في في الحليب ما يخليناش ما يغطيش لنا المصاريف هذه كامل. سي عبد الغني، هل فيه افاق يعني لتوسعه هذه المزرعه؟ طبعا احنا كنا يعني جينا روحنا يعني عندنا روندمون كبير وحاجه ملاحه نجمو من كان 22 تولي اكثر، بصح ما نكذبش عليك نحن في الوقت هذا رانا قدو مش يعني حاجه يعني تخلينا نقدموا لقدام يعني بدرجه يعني هاي وين ولا هذا هي هذا هو الانشغال، انه بقر الحلوب مصروفها اكثر منها سيد عبد الغني، اكيد ان تربيه الابقار ترافقها الزراعه، زراعه الحبوب، وانتم من المستثمرين في زراعه الحبوب. نتكلم عن عمليه الحرث والبذر لهذه السنه كيف كانت، وخاصه ان فيه مرافقه من طرف الجهات الوصيه. الحمد لله بالنسبه لزراعه الحبوب راهي الحمد لله انا مستبشر خير كبير، انا الحمد لله انه رزقنا ربي العالمين بالامطار هذه الكافيه وزرعت الناس كل والدوله ثانا لعبت دور كبير بيتم معنى الكلمة. انت دولة عارفة بلي الفلاح خارج من جفاف كبير، واليوم الحمد لله الدولة عوضت الزراعة وليزونغري فوسفات والأزوت، هذا شجع الفلاح والحمد لله الناس كلها بدرت هنا بالزراعة، حتى اللي كان مش وزارع ولا شجع وزرع والحمد لله الدنيا ينابت خيرك يا ربي العالمين، وإن شاء الله يكون فيها خير كبير. هذه كان فيه تعويض من طرف بالبذور ولا بطبيعة الحال هذا هو التعويض اللي خلى الفلاح انه كما انه 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 يزرع ويفرح، سبحان الله تعويض كبير انه كما خرجنا من عام جفاف وفإذا به القرار تاع الدولة تاعنا اللي قال تيا اعطوكم الزراعة وتزرعوا، هذه حاجة نعترفوا بها سبحان الله كفلاح، شكون ينكرها هذه؟ يعني انت كمستثمر في مجال زراعة الحبوب نتكلم يعني كيف هي الرؤية من أجل تطوير هذه الشعبة في زراعة الحبوب؟ ما يخفاش عليك نحن في منطقة هذه ديما كما معولين على المطر تاع ربي سبحانه، مع عام اللي يجي مطر ويجي فيه خير كبير يكون الإنتاج إن شاء الله وافر وغير يسجل كما قال الأخر اللي يسيرون يحطوا، والعام اللي يجي كما قال ناقص جفاف ولا حاجة هكا عباك بطبيعة الحال تكون أمور مش هي خلاص، وهذه تنعكس على برشا أمور أخرى من حتى من جهة تربية الأبقار. سيد عبد الغني نشكرك على هذه الاستضافة وعلى هذا الإثراء لهذه الشعبة التي تحتاج إلى إرادة وإلى مرافقة دائمة يعني. إن شاء الله بارك الله فيك إن شاء الله. شكرا بكم إن شاء الله. شكرا. التنمية والمرافقة والدعم في سوق أهراس لم يشمل قطاع الفلاحة، شمل أيضا قطاعات أخرى نتابعها بعد الفاصل بنموذج آخر.
السيد عباس حباشي المدير العام للمؤسسة، أهلا وسهلا بكم. شكرا. السيد عباس حباشي، نتكلم عن هذه المؤسسة. نعم، المؤسسات تصنع في جهاز تدفئة. إذا عندها حوالي ذكا المصنع هذا حوالي عنده سنتين، هو يصنع في المادة هذه ويخدر ويصنع في قطاع غيار، بعض من قطاع غيار، مش يعني نقول كل قطاع غيار. واليوم رانا نخدمه يعني العمال هاك تشوفوا سيواش المصنع، جايبين مصنع بعملة صعبة. بفضل الله يرجع للدولة الجزائرية، وهي اللي رانا باش عاونتنا باش درنا هالمصنع هذا. جايبين الماتريال ألماني يعني من جودة عالية، من نخدموا في مادة جودة عالية. نتكلم على طاقة إنتاج المؤسسة. طاقة إنتاج المؤسسة هي عندها يومي عندها 150 وحدة، هي 50 راديتور، هذه في يعني في تاع زوز إيكيبات كيما نقولوا، دوز إيكيب تخدم 150 راديتور. فوالا 150 راديتور. المادة الأولية راني نستوردوا فيها، المادة الأولية تخدمهاش يعني ممكن يقول لك كاين هنايا أجيب مادة أولية من هنا، أنا هنا ما نخدمش بها لسبب ريسيكلاج، يعني باش نخدم كعبة حاجة للمواطن بالريسيكلاج أنا ضميري ما يسمحليش. يعني تحاولون ضمان الجودة للمستهلك، وهو ما نتكلم بالنسبة نتكلم عن جودة المنتوج. نعم، جودة المنتوج بنوعية عالية، بشهادة مدابقة، بكل حاجة، كل حاجة يعني في كل سوا، يعني تلقى تاع التدفئة هذه تلقى سوا نوعية في المادة أو في كما نقولوا في البوا تاعها، يعني في كل حاجة، في ضمانات. اليوم حنا كي نبيعوا تاع التدفئة هذه المواطن، لا المواطن ولا تاجر ولا نعطيه 10 سنوات ضمان، 10 سنوات ضمان. إذا كان عنده سبب، عنده مشكل في التدفئة هذه تاعي، أنا نزيد نعاود نسترجعها. لازم نبدله، ما نخليش باش يروح هكاك ماشي. السيد عباس. نعم. أكيد أن هذا المصنع وفر مناصب عمل لسكان منطقة صدراتها، يعني ألعب. ما هي عدد المناصب التي وفرها سواء مباشرة أو غير مباشرة؟ مباشرة وغير مباشرة، هنا تكون لي 60 عام مباشرة وغير مباشرة، 60 عامل اللي غير موجودة هنا باش تخدم. يعني وذكا أنا شوية انخفضنا في العمال، انخفضنا يعني العمل باقي، العمال باقي هما العمال، انخفضنا على محسوب مبغينا شويه، مبغينا في الاستيراد، ثم كانت ما كانش ما يجيبوش. بالنسبه لي يعني هل في التشغيل لا. هل تعاملتم مع جامعه ام تكوين مهني ام عمال انتم قمتم بتكوينهم؟ العمال يخشوا بكل كونوها بحالها وكونوهم ليزالمون، باسكو كيما جيت قاعد ندير ماتريال دوكا كاين بعض كيما هذه اسباني، هم اللي جاوا اللي الجانب هم اللي علموهم. علموهم انا وكم تخرجوا على الخدمه ما يخدموا. السيد حباش عباس، قبل ان نواصل الحديث نتابع تصريحات لعمال بالمصنع. الحمد لله هذا المصنع وفر لنا مناصب عمل مع تامين شامل ومصدر للرزق، الحمد لله هنا مرتاحين، امور عاديه جدا هنا. هنا كونونا هنا وبدينا نخدم، بعد ما تلقينا تكوين هنا رانا ولينا نخدمه ووفرنا منصب العامل والحمد لله. انا راني نراقب اسكو المنتج صالح للاستعمال ولا فيه كان شويه ولا. السيد عباس هباشي، كانت هذه تصريحات العمال التي تثمن عملهم بهذا المصنع. نتكلم عن مرافقه الدوله، خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد ورفع العراقيل عن المستثمرين. بالنسبة لمرافقة الدولة ما عندناش أكثر من هذا اللي هو عندنا اليوم. مرافقة الدولة الحمد لله ما عندنا حتى تعرقين، ما عندناش.
وخاصه ان منحتكم يعني الرخصه النهائيه للاستغلال. الرخصه النهائيه لشهاده الاستغلال اللي ماشي غير وحده هذه، هذه وعندي وحدات اخرين ثاني. وحدات اخرين كلها حصلنا رخص الاستغلال، والحمد لله رانا قاعدين نخدموا، قاعدين يعني الشيء اللي هو يعني اليوم ما ساعدناش ومش انا وحدي. كاين 12 مصنع في على مستوى وطني. هذا يدخل في اطار الانشغالات المطروحه. الانشغالات المطروحه هي احنا في 12 مصنع. اليوم رايح اكثريه حبس. ما حلوا الاستيراد. وحنا كل يعني صراحه احنا ماذا بينا نطلبوا السيد رئيس الجمهوريه حمايه المنتوج. وهذا دائما يلح عليه رئيس الجمهوريه حمايه المنتوج الوطني. انا مي هذو اللي حوسوا على حمايه المنتوج باش نخدموا حنا ونخدموا ما نبقاوش غير نستوردوا برك. معليش اذا كاش ما كان حاجه ما مثال ما ساعدتش عندها الناس رجال الاعمال هذوما الدوله تفضلي عندها كل الوسائل باش ترافقنا وتشوفنا واش هو. يا هالنوعيه ماشي مليحه، يا هالاسوا ماشي مليحه، هذه ما كانش يعني بصح اليوم كي حلت ولا البوتاسيون هذا ولينا نمشوا واحده واحده. اخذتم ايضا طريق اخر وهو الاستثمار في صناعه قطاع الغيار. نعم. نتكلم عن هذا. بالنسبه لقطاع الغيار انا قاعد نخدم في قطاع الغيار بس مش حاجه كبيره صراحه. نخدم عندي هاي الماشين اللي تشوف فيها هذيك راه شريت عابسه. علاش؟ تخدم ما يشوش عليك. يقول لك انا نمبورتي. ما يشوش عليك. وتخدم له بنوعيه كما نقولوا تجي في ماده اوليه مليحه مش هذيك تاع يلموها من برا ويسكليوها لا انا نخدموا فيها بنوعيه وبجديه وبعقليه خاصه. ما هي القطاع اللي تخدمه قطاع الغيار اللي تخدمه خاصه بالسياره؟ والله بالنسبه احنا دوكا كي بدينا كاين واحد اللي يقول له بلي بيف ترموستا. بيف ترموستا تاع 8 سيارات بصح هما يلبسوا 12 سياره. يعني كاين سيارة تلبس ثلاثة أربعة من هاك النوعية ذيك بصح اليوم ما كان حبوش. ولكن سيد عباس فيه الآن مؤسسات راح تكون عندها مصانع بالجزائر، هل كيفتكم المنتج تاعكم وفق المصانع اللي راح تكون بالجزائر؟ إن شاء الله إن شاء الله ماذا بينا ماذا بينا احنا غدوة. أنا مش عارف وين نروح. أنا رحت وقت كي كان طولو ما استجب ما رجعوا لنا والو. قال لك ما احنا نجيبوا لا بورتيو هذو ما دوك اللي راهو جاو جدد فيات و لا مازال على المربي بموافقه الدوله ممكن يروحوا يخدموا معاهم. غدوه اللي يقول لي خدم لي اي بيصه والله لي مليون مش فونت ولا حديد ولا زماك ولا لا والله لي مليون قد يجي يقول لي خويا هاي البيصه تاعي هذه هاو المول تاعها خدم لي خدم لاكوتي اللي يحبوا لاكوتي اللي يحبوا بغيت تخدم كاباسيتي كبيره في النهار. لان غد ما نقول صح وانا زلنا في مكان شويه فيه ضابط تقريبا هي ضابط عليا ومنطقه حدوديه يعني ما شويه اللي يسمع بينا لهنا. السيد عباس حباشي يعني انت كمستثمر صناعي كلمه اخيره. نعم كلمه الاخيره انا نطلب على الكلمه الاخيره صح ولو تسمحوا لي انتم بعد نرحب بكم انتم الاولين. مرحبا بكم انتم كصحافة وكقناة جزائرية هي تاع بلدنا ونطلب واش نطلب نطلب المرافقة من الدولة يعني انت باش ما تخلينيش نميزو وزي شوف لينا كيفاش انا قاعد نقاسي وضك كيف كي يروح يجيب لي تاع الطلياني وتاع السبانيولي وتاع الشينوي ومنتوج بلدنا وندوه وهو نخدموا فيه كل مقاييس الشق يرجع للفضل ربي الاول والثاني الدوله الجزائريه وعلى راس رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون والوالي اللي راهو دائما موجود في ولايه سوقاراس يعني هما المرافقه تاعهم هما كي ولات كي اللي راح كي اللي مازال يجوا يطلعوا علينا. بارك الله فيكم. شكرا السيد عباس هباشي مدير عام مصنع مؤسسه صناعه اجهزه التدفئه. شكرا. وتبقى دائما المرافقة والدعم للمستثمرين في مجال الصناعة خاصة أن المنتوج الوطني له دور أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.
قطاعات متعددة بولاية سوق أهراس شملتها التنمية والمرافقة، منها قطاع الصحة. ولمعرفة واقع القطاع يحضر معي السيد مدير الصحة خميسي جوجيلي. أهلا وسهلا بكم. أهلا مرحبا. السيد خميسي، ماذا تحقق في قطاع الصحة بالولاية؟ نعم، قطاع الصحة بالولاية، ولاية سوق أهراس ولاية حدودية عاصمة الشرق، القاعدة الشرقية كما تسمى، بتعداد سكان حوالي 562,468 مواطن إلى غاية 31/12/2022، بها عدة هياكل صحية وعدة هياكل يعني في على مستوى 26 بلدية بتغطية صحية، حيث أن هناك 4 مستشفيات ناشطة بسعة 800 سرير و24 عيادة متعددة الخدمات، بها 17 عيادة تضمن المناوبة 24/24، مع تواجد 80 قاعة علاج عبر كامل المشاتي البلدية وكامل البلديات، تغطية صحية فيما يخص المنشآت، وكذلك هي التغطية بالمورد البشري المتوفر، حيث هناك عدة تخصصات بالولاية فيه مستويات متعددة للتكفل بالمريض، وكذلك هناك مشاريع واعدة بالقطاع، حيث مؤخرا لأن الحصة اسمها في الميدان، فحقيقة سيتم تجسيد هذه المشاريع المتمثلة في عدة مشاريع رأت التنور، من بينها مستشفى 120 سرير بمضوروش الذي كان مسجلا في السابق يعني منذ 2007، وراء النور في المرحلة الأخيرة منذ تاريخ 14 ماي 2022، أين تم وضع الحجر الأساس والآن نسبة الإنجاز حوالي 70%. مستشفى 60 سرير في منطقة حدودية مع شقيقة تونس بمنطقة بدائرة الحدادة، وهناك مستشفيات أخرى في الإجراءات الإدارية الأخيرة ستنطلق إن شاء الله في القريب العاجل، من بينها مستشفى 120 سرير بعاصمة الولاية سوق أهراس، مستشفى 120 سرير بصدراتة، استعجالات طبية جراحية بصدراتة، مركز لتصفية الدم بصدراتة، مستشفى 120 سرير بأم العظيم كان مخصص لمؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية، سيحول إلى مستشفى عام إن شاء الله بمصلحة للأمراض العقلية. هناك أيضا الولاية سابقا لا تتوفر على معهد للتكوين شبه طبي، حيث كانوا أبناء الولاية تنقلون إلى المعاهد الجوارية خاصة المتحصلين على شهادة البكالوريا لتعدد التخصصات، وتم تسجيل إن شاء الله في القريب العاجل إنشاء وإنجاز معهد للتكوين شبه طبي بعاصمة الولاية. السيد خميسي، قبل أن نواصل الحديث نتابع هذه التصريحات لمواطنين وأطباء بالعيادة متعددة الخدمات محفوظي بوعزيز. هذه العيادة متعددة الخدمات محفوظي بوعزيز تعمل بنظام المناوبة 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7 أيام. المريض نستقبله هنا، يقوم بالتوجه يا إما الاستعجالات، أما فيما يخص المرضى الذين هم يكونون في صحة جيدة نقوم بمتابعتهم هنا على مستوى المصلحة. هنا نستقبلوا المريض، نهزوا لهم لاتونسيون، نهزوا لهم البوا الجليسيمي، وبعد نفوتهم عند الطب. كاين مراقبة، وجيت انا نقيس السكر هنا، زدت السكر تاعي قصته سمان، وجيت هنا جبت السبيطار هنا باش يشوفوا لي السكر تاعي تاع سمان واش كاين، يعطوني الادوية. انا اليوم جيت هنا باش ندير فحص على مرض السكر، وهذا من الاطباء راهم يعتنوا بنا ويقدموا لنا النصائح. انا جيت هنا ندير في كروباج تاع دم، الحمد لله يخدموا ما شاء الله، استقبلونا استقبال جيد. نعم، نحن اطباء عاميين، بعثتنا المؤسسه الاستشفائيه من اجل تكوين في المستشفى الجامعي تيبازا من اجل القيام ب تكفل بمريض بعد تعرض الجلطة الدماغية في الساعات الأولى، حيث نحن في المستشفى هنا يجون عدة حالات في الساعات الأولى، أين يمكن التكفل بمثل هذه الحالات ومنع الحصول مضاعفات ولا حصول دي كومبليكاسيون عندها علاقة بالافيسي. سيد مدير، هذه كانت بعض التصريحات. الآن نتكلم عن التجهيزات، وهو ما يحتاجه المريض يعني أو حتى الطبيب. بالطبع،
بالطبع كما تعلمون أنه في قطاع الصحة ولتكوف الأمثل بالمريض تم اقتناء كما ذكرت 4 أجهزة سكانير مع تجهيزات للوحدات الصحية الجوارية بما فيها أرائك للأسنان، أشعة كما رأيتم اللي موجودة في العيادة متعة الخدمات، مختلف التجهيزات الخاصة بالمخبر في إطار التحاليل اللي تسهل المهمة للطبيب، وكذلك بالطبع كما ذكرتم أنه كل هذه التجهيزات التي تم اقتناؤها مؤخرا سنة 22-23 لتغطية كل القاعات الاحتياجات وكل الوسائل الضرورية للتشخيص ولتسهيل العمل للممارسين الطبيين أو المستخدمين بصفة عامة. السيد خميسي، الكوادر الطبية لا يقتصر عملها فقط بالمراكز الصحية وإنما أيضا النزول إلى المؤسسات التربوية مثلا للتوعية والتحسيس، وهو ما يقودنا إلى التحدث عن الوقاية. طبعا لأنه العمل كما قلت أنه برنامج الوزارة وخريطة الطريق فيها البرنامج الأول وهو الوقاية والعلاج، والوقاية يعني لتفادي تكلفة كبيرة في العلاج، حيث أن الولاية كما تعلمون وفي برنامج الصحة المدرسية أو وحدات الكشف المتابعة وهي 5 المواطنين، سواء هذا البرنامج الوطني من بين 27 برنامج وطني للوقاية من بين مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، التكفل بالمرأة الحامل والصحة الإنجابية، الصحة المدرسية، إضافة إلى ذلك أن هناك فرق طبية متنقلة في إطار مختلف الفرق على مستوى المشاتي أو المناطق النائية. سيد المدير، ما هي طموحاتكم يعني بالولاية؟ إذن طموحاتنا كما ذكرت قلت لك نسعوا إن شاء الله أنه نديروا من ولاية سوق راس بالتنسيق بينصير وباستغلال كل المنشآت والمورد البشري المتوفر والتجهيزات مع اقتراح منشأة ملحقة لتكوين الطب ملحقة لفاكولتي دو ميدسين تابعة لعنابة وكذلك ملحق للمستشفى المركزي الجامعي عنابة، وكذلك لنجعل من هذه نستغل هذه التجهيزات وهذه المنشآت كل خدمة للمريض وللقضاء على السياحة العلاجية لخارج الوطن، ونسعى لتحسين الخدمة العمومية، وهذا لن يكون إلا بالأمن والاستقرار والاستمرارية. وشكرا. أكيد أنها هذه الجهود المبذولة كلها خدمة لصالح المواطن. السيد جوجيلي خميسي، أشكرك على هذا على هذه التوضيحات. شكرا جزيلا، والمجد والخلود لشهدان الأبرار. شكرا. شكرا. ولمعرفة واقع القطاعات الأخرى أستضيف بعد لحظات والي الولاية، تابعونا. تجسدت وأخرى قيد الإنجاز كلها خدمة للمواطن. ولمتابعة ما تحقق في الميدان يحضر معي السيد والي الولاية عبد الكريم زيناي. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. سيد الوالي، من بين الانشغالات التي يطرحها المواطن السكن، ماذا تحقق في ذلك؟ فيما يخص السكن نقدر نقول أن خلال هذه 3 سنوات يعني نعطي أرقام حتى المواطن يقدر يعرف المجهود الذي بذل من طرف الدولة في هذا المجال، بحيث ما بين سنة 2020 و 2023 تم توزيع حوالي 11,000 مستفيد من سكنات بمختلف السياق، وكذلك في إطار الإعانات للسكن الريفي والتخصيصات الاجتماعية. هذه في مدة 3 سنوات، والحصة الأكبر ترجع للسكن العمومي الإيجاري. هذا يدل على أن الطابع الاجتماعي لا زال قائم، وكما أكده السيد رئيس الجمهورية أن السكن الاجتماعي متواصل وفيه برامج متواصلة. بالنسبة لهذه السنة
سوف يتم كاين عندنا اكثر من 1400 وحده سكنيه في طور الانجاز وسوف يتم توزيعها خلال هذه السنه. كذلك عندنا برامج جديده نحن في دراسه الاختيار الارضيه وسوف ننطلق فيها عن قريب ان شاء الله. السيد الولي، عندما نتحدث عن السكن نتحدث عن تنميه، ايضا نتحدث عن تنميه البلديات وخاصه البلديات الحدوديه. بالنسبه للبلديات الحدوديه فيه برامج سكنيه كذلك استفادت منها فيما يخص خاصه السكن الاجتماعي، فيه كذلك الاعانات الخاصه بالسكن الريفي، الحصص جد معتبره واستفادت منها 5 بلديات موجوده على المناطق الحدوديه. سيد الولي، اكيد ان المناطق الحدوديه او البلديات الحدوديه مع الدوله المجاوره تحتاج الى مرافقه ودعم وتنميه، يعني فيه معبر حدودي ايضا سيساهم في ذلك. بطبيعه الحال عندنا معبرين حدوديين على مستوى ولايه سوقارس مع الدوله الشقيقه تونس، عندنا معبر الحداده ومعبر الفويض بولاد مؤمن. البلديات الحدوديه على مستوى الولايه هي 5، وهذه المنطقة الحدودية عرفت برامج تنموية لا بأس بها، بحيث في كذلك خلال هذه 3 سنوات الماضية جندت أغلفة مالية تفوق 5.33 مليار دينار. هذه كلها مست 200 عملية في مختلف القطاعات، نتكلم على قطاع الصحة، نتكلم على قطاع التربية، نتكلم على قطاع الري، نتكلم على قطاع الطاقة، نتكلم على قطاع التجهيزات، نتكلم كذلك على قطاع الصحة، فيه كذلك تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، بالغاز الطبيعي، بفتح المسالك إلى آخره. كذلك سجلنا أو نسجل حاليا على مستوى بلدية الحدادة في إنجاز مستشفى 60 سرير، الأشغال بلغت 45% بتقدم الأشغال. إذن في حركية على مستوى هذه البلديات الحدودية. كذلك نجزنا معبر حدود جديد على مستوى ولاد مؤمن بمنطقة الفويض، مركز جديد من أكبر المراكز العبور على مستوى الوطني، مع مصالح الجمارك ومصالح شرطة الحدود يقدروا يعالجوا 500 سيارة في الساعة. هنا باش تعرفوا الحجم الكبير لهذا المعبر الحدودي هذا، وهذا راح يخلق حركية اقتصادية وديناميكية جديدة على مستوى هذا المعبر مع البلد الشقيق تونس، وكذلك راح يخفف من دون شك على المعابر الأخرى حتى المعابر بالطرف وتبسة، لأن احنا كنا نشوفوا في الفترات الصيف العطل الصيفية نشوفوا التوافد الكبير للسواح المتجهين إلى الدولة الشقيقة، وكنا نشوفوا الطوابير الطويلة للسيارات والانزعاج، ولأن معبرين قادمين وما يقدروش يستوعبوا الحجم الكبير والتوافد الكبير تاع السواح على هذه المعابر. إذا المعبر الجديد هذا راح من دون شك يخفف ويسمح لنا باش الزائر يقدر يدخل او يخرج من والى تونس بأريحية وبكل ظروف التي يتوجب علينا القيام بها. سيد الولي، مما يساعد ايضا في الحركية التنموية والاقتصادية الربط بالسكة الحديدية، الى اين وصل المشروع؟ ازدواجية السكة الحديدية على طول أكثر من 400 كيلومتر من عنابة إلى بلاد الحدبة، والشطر الخاص بولاية سوقهراس يتمثل في 151 كيلومتر على شطرين من بوشقوف إلى بولاية قلمة إلى الدريعة مرورا بسوقهراس، والشطر الثاني من الدريعة إلى وادي الكبريت. هذا الخط الازدواجية الخط السكة الحديدية راح ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة. الإجراءات الإدارية جد متقدمة، وإحنا نرحب بهذا المشروع لأن
راح يخلق كما قلت فرص جديدة للعمل. وتكلمت مع المعنيين بالمشروع بحيث صرحوا لي أن هذا المشروع راح يوفر أكثر من 4000 منصب شغل، وكذلك فيه كذلك المشروع إنجاز المصنع للفوسفات على مستوى وادي الكباريت، هنا كذلك راح يخلق مناصب شغل عديدة وعديدة جدا. وهذا المشروع كذلك راح من دون شك يسمح بنقل حوالي 15 مليون طن فوسفات سنويا. انتم تعرفوا ان عدد الشحينات الهائله اللي تنقل هذا الفوسفات راح نعالجوا هذا الامر نهائيا، وراح حتى الطرقات نسمحوا للطرقات باش من ناحية الصيانة اللي كانت تتكلف غالي للدولة الجزائرية، اليوم يصبح هذا القطار يسمح لنا باش ننقلوا كل هذه الكمية الهائلة من الفوسفات. سيد الولي، سوق أهراس ولاية فلاحية بامتياز، كيف كانت مرافقة المستثمرين وكيف كان دعم هذا القطاع؟ بالنسبة للقطاع الفلاحي على مستوى ولاية سوق أهراس، حقيقة هي ولاية فلاحية بامتياز، فيها مساحات شاسعة مخصصة لزراعة الحبوب، وكذلك كما تعلمون هي حوض للحليب سان باسانيتي، وهذا الشيء معروف بحيث تنتج حوالي 80 مليون لتر سنويا بالنسبة لأبقار الحلوب. الولاية كذلك فيها مساحات غابية كبيرة، فيها كذلك الأشجار المثمرة مساحة معتبرة من هذا الجانب كذلك، وهذا يطلب منا الاعتناء بهذا القطاع وتوفير أراضي للمستثمرين الفلاحيين. الشيء هذا اللي عملنا عليه في الأشهر القليلة الماضية، بحيث وصلنا إلى بعد تصفية العقار الفلاحي قدرنا أن نتحصل على 800 هكتار من أراضي فلاحية بعد تطهير العقار، ووجهناها للمستثمرين. كذلك القطاع هذا يجب علينا متابعته حتى نتمكن من تسييره بطريقة علمية وتقنية لتسمح لنا من عملنا عليهم في الأشهر القليلة الماضية، بحيث وصلنا إلى بعد تصفية العقار الفلاحي قدرنا أن نتحصل على 800 هكتار من أراضي فلاحية بعد تطهير العقار، ووجهناها للمستثمرين. كذلك القطاع هذا يجب علينا متابعته حتى نتمكن من تسييره بطريقة علمية وتقنية لتسمح لنا من رفع المنتوج، سواء بالنسبة للمحاصيل الكبرى أو بالنسبة للأشجار المثمرة أو بالنسبة كذلك للحليب. سيد الولي، هل فيه خلق لمحيطات جديدة في هذا المجال؟ نعم نعم، في إطار كذلك تطوير القطاع الفلاحي على مستوى الولاية، وكذلك في إطار تنمية المناطق الحدودية على مستوى بلدية سيدي فرج، نحن في الإجراءات بخلق 5 محيطات فلاحية في إطار الامتياز. هذه المحيطات راح توجه للشباب البطال، وإحنا هدفنا من هذه المحيطات هو تطوير إنتاج التين الشوكي. التين الشوكي في هذه المنطقة أعطى مردود لا بأس به، ونريد تطوير هذا الإنتاج هذا للشباب البطالي، ونفتحوا له فرص عمل في القطاع الفلاحي. وعدنا كذلك على مستوى منطقة سيدي فرج، عدنا منطقة نشاطات اللي تسمح حتى المستثمرين يستثمروا في إطار الصناعة التحويلية للتين الشوكي. أنتم تعرفوا أن التين الشوكي عنده عدة مزايا، يستعمل في عدة أمور، يستعمل كفاكهة، يستعمل كأغذية للأنعام، يستعمل كذلك في إطار المواد التزيين، يستعمل في الصيدلة، يستعمل في استخراج الزيت، يستعمل كذلك في صنع الخل المنزلي.
وكاين عندنا حتى مستثمر حاليا على مستوى منطقة نشاطات استثمر في هذا المجال وراح يصنع الزي عفوا يصنع الخل المنزلي. إذن نعطوا الفرصة للشباب اللي هو ما يطلبش إمكانيات كبيرة وما يطلبش تقنيات علمية كبيرة وكذلك يسهل الأمور حتى الشاب البطال يقدر يمارس هذا الزراعة هذه، مع كذلك إدماج تربية الدواجن في هذه المنطقة. وكذلك هنا كذلك نأكد على منطقة النشاطات الموجودة اللي تسمح كذلك للمستثمرين اللي يحب يكون عنده مذبح للدواجن إلى آخره. سيد الولي، من الانشغالات المطروحة مشكل المياه سواء مياه الشروب أو مياه سقي الأراضي الفلاحية. بالنسبة لمياه سقي الأراضي الفلاحية هو عندنا مساحات اللي راها تسقى من سد واد الشرف، ولكن هذا غير كافي. احنا نطمح باش نزيد نوسعوا من المساحات السقي، وكذلك تحصلنا مؤخرا من طرف وزارة الري على دراسة اللي تسمح لنا باش نخلقوا محيط يساوي للسقي بألف هكتار ابتداء من سد وجد ملاك. إذن المشاريع هذه إن شاء الله لما تتجسد راح تسمح للولاية باش يكون عندنا مساحة مسقية كبيرة على المساحات الحالية، وهذا يدخل دائما في إطار تدعيم وتطوير هذا القطاع على مستوى ولاية سقهرس. سيد الولي، بالنسبة لمحطة تصفية المياه والربط مع سدود أخرى خارج الولاية. هو بالنسبة للمياه الصالحة للشرب بصفة عامة، أنتم كلكم تعلمون أننا عشنا فترة جفاف حادة في الأشهر الماضية وفي الصائفة الماضية، وهذا الشيء اللي اضطرينا باش خدينا عدة إجراءات استعجالية مع الوزارة، منها جلب كمية من ويركيس سد ويركيس بأم البواقي. تحصلنا على كمية اللي سمحت لنا باش سيرنا العز اللي كان عندنا، كذلك جندنا كل الصهاريج واصبحنا نزودوا المواطنين بالصهاريج، والشيء هذا اللي دفعنا باش نفكروا كذلك كيفية جلب موارد مائية أخرى لتسمح باش نأمنوا هذه الولاية فيما يخص المياه الصالحة للشرب. إذن مع وزارة الري فيه اتفاق على أن الولاية تتحصل على حصة من الماء من سد وجد ملاك. الإجراءات الإدارية راح في الانتظار التسويه من انتهاء منها حتى نباشروا في الاشغال حتى نقدروا نزودوا اربع بلديات من هذا السد. كذلك فيه السد الجديد الذي الاشغال انتهت به مؤخرا، سد واد الجدره على مستوى بلديه سقهراس بطاقه استيعاب 35 مليون متر مكعب. فيه كذلك سد واد الجدره الجديد اللي انتهت الأشغال به بطاقة استيعاب 35 مليون متر مكعب. فيه كذلك سد واد الشارف اللي هو مخصص للسقي، راح كذلك نتحصدوا على كمية منه نوجهوها للمياه الصالحة للشرب، مع سد واد الدالية. الشيء اللي طلبناه هو أننا نقدروا نربطوا ما بين هذه السدود حتى نتمكن من التحكم في النقص في المياه لصالح الشرب بالنسبة لكل المناطق الولاية، بهذه الطريقة اللي تسمح لنا حتى نقدر نأمنوا الولاية فيما يخص المياه الصالحة للشرب. ونحن كذلك نطالب ونلح على أن الولاية تستفيد من حصة من تصفية أو تحلية ماء البحر. نحن متواجدون بهذه المنطقة الأثرية ببلدية خميسة، وهو ما يجرنا إلى الحديث عن السياحة. ولاية سقهراس ولاية حدودية، وتعرفوها أن عندها مؤهلات كبيرة ولاية، وهنا من هذه المنطقة الأثرية اللي راكم تشوفوا فيها، وعندنا عدة مناطق أثرية كخميسة كماضور عندها تاريخ عريق. وكذلك ولاية سقهراس تحتوي على عدة منابع حموية، وإحنا في هذا الإطار نريد أن نشجع هذا القطاع، قطاع السياحة الحموية. عندنا مستثمر كذلك راه بدأ واستثمر في هذا المجال،
وكذلك عندنا مستثمر اخر في انتهى من الاجراءات الاداريه وراح ينطلق في القريب العاجل جدا في المشروع تاعو الاستثماري، وعندنا كذلك منابع حيويه اخرى رانا عارضينها على المستثمرين. العشرة منابع هذه انا نقدر نقول انها اذا تجسدت هذه المشاريع راح تعطي طابع خاص لهذه الولايه فيما يخص السياحه الحمويه. كذلك نربط السياحة الحموية هذه مع الآثار التاريخية الموجودة وتكون اكتمال بين هذه الوجهتين حتى تكون هذه الولاية مقصد للزوار سواء متجهين إلى دولة تونس أو متجهين إلى ولاية سوق هراس. احنا الهدف تاعنا هو نصل إلى أن الزائر لما يكون مع العائلة بتاعه ويحب يقوم بزيارة إلى تونس تكون كذلك في هذه الزيارة وفي البرمجة تاع الزيارة تاعه تكون ولاية سوق هراس محطة للاستجمام ومحطة لكذلك زيارة بعض الآثار التاريخية والرومانية. نتمنى ذلك وفي القريب العاجل. سيد والي شرفنا على نهاية هذا العدد، كلمة أخيرة للمواطن. والله الكلمة الأخيرة التي أريد أن أوجهها لساكنة هذه الولاية هو أنني شخصيا متفائل خير. بالنسبة لي الاستثمار، بالنسبة لي العقار الصناعي اللي راح يتوجه ولا اللي راح موجهينه للمستثمرين، لما نشوف أن عندي منطقة صناعية بمضاوروش 220 هكتار تضم حوالي 361 قطعة، لما شفت ثلاث مناطق نشاطات ب 137 قطعة للاستثمار، لما نشوف ثلاث مناطق مصغرة ب 70 قطعة للاستثمار، لما نشوف ان الوعاء العقاري اللي استرجعناه يضم 68 قطعة، إذا كل هذا العقار هذا اللي رانا موجهينه للاستثمار زائد المشروع الكبير لازدواجية السكك الحديدية زائد المشاريع اللي رانا في طور إنجازها فيما يخص السياحة، كل هذا راح يعطي ديناميكية جديدة وراح يعود بالخير لهذه الولاية وراح يفتح آفاق جديدة وراح يفتح مناصب شغل جد هامة اللي تسمح كذلك لهذا الساكنة باش نخفوا بصفة جد معتبرة من الهموم اللي راه تعيشها خاصة شباب هذه الولاية. سيد الوالي عبد الكريم زيناي والي ولاية سوق هراس، أشكرك على الاستضافة وعلى هذا الإثراء. شكرا كذلك. شكرا، بارك الله فيكم. وتبقى جهود الدولة متواصلة بكل الولايات، ترقبونا في عدد آخر وولاية أخرى. إلى اللقاء.